أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم. الله فاكين بما فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريات والذين آمنوا واتبعناهم ذريات بإيمان ألحقنا بهم ذريات وما ألتناهم من عمل كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ
کے سامنے امام نافع کی قرات